طب ممكن نشرح بالناس الهيموجلوبين ده بيعمل ايه في الجسم؟ يس، بس لازم يقولوا سبحان الله. سبحان الله طبعا، والله طبعًا. سبحان الله فعلا. هيموجلوبين مادة سامة. ما تأذي بدء كده مبدئيا يعني، مبدئيا عشان ايه نخش دخلتنا كده عشان نخلص الموضوع يعني. الهيموجلوبين مادة سامة، لكن هي التركيبة الوحيدة اللي تشيل اكسجين. هتاخده من الجو. هتاخد الاكسجين من الجو وتلزق فيه. تقسمه هي بقى في وتلزق فيه. تمام؟ ادي هيموجلوبين لقى الاكسجين يروح لازق فيه. طب التركيبه يا ربي ما تنفعش الا دي، هي اللي تشيل الاكسجين. طيب سامه. يعني ايه خليه يا استاذ محمود؟ يعني ايه خليه؟ يعني حاجه مدوره كده فيها سيتوبلازم وفيها نواه. تمام تمام تمام. الخليه فيها نواه. ثالث مرة، مفيش حاجة اسمها خلية من غير نواة. تمام. خلية المخ فيها نواة، خلية القلب فيها نواة، خلية العضل فيها نواة. الخلية الحمراء ما فيهاش نواة. ما فيهاش. إذا هي مش خلية. إذا هي مش خلية. ما دام ما فيها ملهاش نواة. شوف سبحانك الله يا رب. ربنا حط الهيموجلوبين في كيس نايلون عشان ما يموتكش. وخلاه ياخد الأكسجين ويسيبه وهو جوه كيس النايلون. الخلايا الحمراء دي عباره عن اكياس نايلون كتير جواها هيموجلوبين، جواها الاكسجين. بالنسبه لي الهيموجلوبين اللي شايل الاكسجين. فانا القلب بيبعت الدم الى الرئه، تتم عمليه تبادل الغازات من الرئه، تعايا اكسجين، اطلع يا ثاني اكسيد كربون، وروح مكمل الدوره، راح رجلي هات اكسجيني انا عايزه اتحرك بيه، هو ده الطاقه، هو ده كل حاجه، ويرجع الدم تاني بدون اكسجين. على مين؟ على الرئه، اروح واخد اكسجين تاني. الخليه الحمراء مش خليه، اسمها اكياس. هو كيس نايلون شايل هيموجلوبين. لماذا يا ربي؟ لانه ماده سامه. بنعرف كده ازاي؟ لو الاكياس دي كسرت، في مد فيه انيميا اسمها انيميا تكسير. يتكسر الكرات الحمراء، ممكن عادي يموت. تخيل الماده اللي طلعت من الكرات الحمراء سامه، سامه للكلى، تموته. فهي لازم الناس تبقى فاهمه ان ده سبحانك الله يا رب، سبحان الله، ان انت عايش بماده سامه. انت عايش ولو بتستخلص الماده اللي بتعيش بيها من جزء فيه سم. انت بتاخد الاكسجين بتلزقه في الهيموجلوبين. طب ليه الهيموجلوبين مش ماشي في الدم؟ لان ما ينفعش يبوظ الدنيا. فربنا حطه في ايه؟ اكياس اكياس اكياس، اللي هي الكرات الحمراء. كرات الدم الحمراء. وعندي كرات دم بيضاء وعندي صفائح، هي دي مكونات الدم. وساعات الكره الابيض ياكل الاحمر، ياكل لا الابيض الاحمر ياكل الابيض، لا لا الاحمر لا الاحمر ياكل الابيض. رجعنا سنه ثانيه. امال ايه بيحصل؟ ايه الكرات البيضاء؟ في معركه بتحصل بين الكرات دي احيانا. الكرات البيضاء لها وظيفه مناعيه، والصفائح لها وظيفه تجلط، اتكلمنا عليها حلقه كامله قبل كده. والكرات الحمراء الاكسجين. ادي الثلاث مكونات بتوع دمي. الدم عباره عن كوبايه في سائل اسمه بلازما، كوبايه. تمام؟ في سائل. حاطط في السائل ده ثلاث انواع من الحبوب. افترض انها سبحه، فانا جايز ثلاث سبح وفرطهم في الكوبايه. سبح كرات دم حمراء، وسبحه كرات دم بيضاء، وسبحه صفائح دمويه. هو ده الدم. يبقى الدم عباره عن سائل وفي الثلاثه دول، كل واحد من دول له وظيفه. لكن السائل شايل الغذاء، الجلوكوز في السائل، فيتامين ب في السائل، الحديد في السائل. انما دول لهم وظيفه ثانيه خالص. الكرات الحمراء الاساس شيل اكسجين. الاساس. الدم، القلب ينقبض، يطلع البطين الايمن، يطلع الى الرئه، يحصل تبادل غازات، يديه ثاني اكسيد كربون وياخد الاكسجين. ويطلع على الشمال، الشمال يدي جسمه كله اكسجين ويرجع تاني، وهكذا. عملية في منتهى الصعوبة. الصعوبة، وأي غلطة فيها تضيع الدنيا.